إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم نشكر أهل هذه القرية وأهل هذا المنزل العامر على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمر الناس بالأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الدنيا وخلق السماوات والأرض، وبين لهم أنه ما دام منفردا بتصريف الكون وبالربوبية وبالملك وبالخلق وبالتقدير وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبتصريف النعم، أنه ما دام أن الله عز وجل ما دام منفردا بذلك فإنه هو وحده الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه قد يسأل إنسان ليه نعبد الله؟ قال الذي خلقكم، ربنا خلقكم، فالخالق مستحق للعبادة، والذين من قبلكم من البشر ومن الأمم ومن المخلوقات كلهم ربنا سبحانه وتعالى خلقهم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ودي أخواننا فيه فائدة من الفوائد العظيمة التي يستفيدها المسلم وخصوصا الداعية، إنه يقرر الناس بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. يعني ما دام ربنا خالقك هو مستحق لأن يفرد بالربوبية، فكذلك هو يستحق العبادة. عشان كده ربنا عز وجل كان بخاطب الكفار بأنهم أقروا وأثبتوا الربوبية فيلزمهم أن يصرفوا جميع أنواع العبادة له تبارك وتعالى. ربنا قال: قل من يرزقكم
من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. عشان كده يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يستطيعون ولا يملكون لأنفسهم نصرا ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فربنا يا أخواننا الخالق والرازق والمنعم والمتفضل هو المستحق للعبادة، وربنا عز وجل ما تكلم فقط عن آيات الكونية وبديع الخلق، برضو تكلم عن الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله، وذكر بصفات النقص اللي بتليق بها، وإن بالصفات دي ما بتستحق العبادة. ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، دي كلها أخواننا من صفات الكمال لله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني ده كله عمل الله. واتخذوا من دونه آلهة آلهة صفة جنو لا يخلقون شيئا، ولا هذه نافية وجاءت شيئا نكرة في سياق النفي، لا يخلقون شيئا ولو كان صغير ولو كان ما بيشاف أي شيء ما بيقدر يخلقه، لا يخلقون شيئا بل وهم الآلهة دي ذاتها يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك أي ضر ولا أي نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. طيب كيف يا أخواننا العاقل يخلي ربه العظيم الكريم سبحانه وتعالى ويمسك في المخلوق الربنا عز وجل وصفه بهذه الصفات؟ عشان كده ربنا عز وجل قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ربنا ضرب مثل العنكبوت عندها بيت، والبيت بيتخذ المخلوق حتى يقيه من البرد ومن الحر ومن المطر ومما يخاف، لكن بيت العنكبوت ولا بقية ولا واحد من ذلك. فده مثل للإنسان الذي يترك عبادة الله ويعبد غير الله. وكذلك ربنا ضرب مثل في سورة يونس أو في سورة الرعد، ربنا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه
وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الآية دي فسر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الزول اللي بيطلب له مخلوق داير المخلوق ده ينفع أو يضره، ينفع في شيء دايره يرجوه أو يدفع عنه حاجة بتضره بخاف منه، قال زي زول الواقف له في بير والبير مويته بعيدة غريقة وما عمل له دلو ولا حبل ربطه في شيء يرفع له الموية، وبعد ده باسط يدينه للموية ودائر الموية تصل لخشمه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ربنا قال لك الزول اللي بيشوف له بني آدم بالصورة دي بيقول ده مجنون. ربنا قال لك اللي بيدعو غير الله أسوأ من ده ذاته، لأنه ده ممكن الموية دي تزيد ويغرف منها ويشرب، ممكن يجي زول تاني يجور حبل يسقيه يقول ده مجنون النكسة فيه والأجر. لكن يا أخواننا اللي بيدعو غير الله داك بيقدر يجيب له حاجة؟ ولذلك ربنا يا أخواننا حرم الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك ده يا أخواننا ما حاجة في الخيال ولا حاجة عندها قرون جيبوها في المسلسلات، هي أفعال واعتقادات وأقوال اللي بيقولها أو بيعملها أو بيعتقدها بيقع في الشرك. والشرك العلماء قالوا مأخوذ من الشركة، وهي الخلط والضم والجزء والنصيب. يقول لك الليلة عندنا زراعة سنة دي، نقوم أي زول يجيب جزء من ماله، ده جاب جزء ده جاب جزء ده جاب جزء، ويقوموا يخلطوهن ويضموهن، وبعد ذاك بعد ما الزراعة تنتهي أي زول عنده نصيب، ده الشرك. ربنا سبحانه وتعالى عنده حق، إذا أعطيت حق الله أو جزء منه للمخلوق تكون وقعت في الشرك ولا ما وقعت؟ فيبقى أخواننا ده الشرك، أقوال واعتقادات وأعمال. والشرك يا أخواننا دي أعظم غاية بفتش عنها إبليس، إذا وقع فيها بني آدم تاني إبليس ما بفتش وراه، ممكن تلقاه مشرك وتلقى عنده صدقات كثيرة، تلقاه مشرك وبيصل الأرحام، تلقاه مشرك وبيساعد الضعيف والتعبان. ما شفت الكفار ديل كيف؟ اليهود والنصارى تقع مصيبة في أي دولة من دول العالم تلقاهم أول ناس يقيفوا، إخواننا البلد دي أعلننا فيها حالة الطوارئ، ويجيبوا بطاطين ويجيبوا للناس أكل ويجيبوا لهم إعانات، وسخيين يدفعوا بسخاء، وبعد ده مشركين ما عندهم حاجة في الدنيا، في الآخرة ما عندهم أي شيء في الآخرة، أعمالهم دي كلها حاطة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما جاءوا يهودي قال إتوا المسلمين بتوسوسوا في الصلاة، بيجيك الوسواس، واحد تلقاه يقول لك والله أنا ما عارف ديل ثلاثة ولا أربعة، أنا ناقص ولا زايد، قال لي إتوا بتوسوسوا ونحن ما بنوسوس. فقال له ابن عباس وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، انتوا اليهود قلوبكم دي خربانة، شيطان في شنداير فوقه. ابن القيم رحمه الله ضرب مثل برضو بهذا الكلام او كلام قريب منه، قال زي قلب المؤمن والمنافق والكافر، قال زي ثلاثة بيوت، البيت الأول وهو بيت الملك فيه قروش وخزائن
لكن فيه حرص. وأغلى ما يملك الإنسان ده التوحيد يا أخوان، بيحرسه بالأعمال الصالحة من الذكر والمحافظة على الفرائض والصلوات وإقامة الشعائر، ويكون إنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى ما غافل. قال والبيت الثاني بيت إنسان غني عنده أموال وقروش إلى آخر، لكن ما عنده حرص، ودل بيطلب الحرامي. والبيت الثالث ده بيت الإنسان الفقير، فقير ما عنده حاجة، ده الشيطان ما بيمشي له لأنه ما فيه شيء يسرقه. فالقلب الأول هو قلب المؤمن الذي يذكر الله ويقيم الفرائض، والقلب الثاني هو قلب المؤمن الذي فيه الغفلة، لأنه إبليس ما داير منك تقع في الزنا أو تقع في شرب الخمر أو في عقوق الوالدين أو في قطيعة الرحم إلى آخر، دي ذنوب وكبائر وهو بيورطك فيها، لكن ده مش دايره، هو داير يورطك في أكبر من كده، في الشرك بالله. فإذا أشركت بالله لم يدخل بيتك ولا قلبك، لأنه قلب بقى خراب. وإبليس يا أخواننا عنده جنود ناشرهم في الأرض، أفسدوا على كثير من الناس عقائدهم من الزمن الأول، وبعدين إبليس باله طويل. شوف من قوم نوح، من قوم نوح لما كان في قوم نوح الرجال الصالحين 5 رجال، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، دي الصالحين تب ما فيهم كلام. الناس ديل كانوا بيذكروا الناس لما ماتوا في عام واحد قومهم حزنوا عليهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وعند التفسير عند ابن جرير، قال الناس حزنوا عليهم. الشيطان قال لهم يا اخواننا اعملوا لهم تماثيل، عملوا تماثيل، قال لهم للذكرى بس ما تعبدوه، عملوهم. فلما مات أولئك الجيل يعني وتنسخ العلم، أو قال في لفظ ونسي العلم، عبدت. شيطان جل أحفادهم وأولادهم قال لهم شوفوا أبهاتكم كانوا لو دارين مطرة بيسألوا ديل، لو دارين رزق بيسألوا ديل، لو دارين حاجة بيسألوا ديل. لما ربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم نوح والواتجت غرقت بما في هذه الأصنام، تفرقت هذه الأصنام في الأرض، فجاء الشيطان إلى القبائل وقام وراهم محلات الأصنام، وكان أول من أحيى الشرك في جزيرة العرب واحد اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي، مشى تاجر ولقى الأصنام دي في الشام، مشى جابها ووزعها في القبائل، ده شرك خيري وما في شرك فيه خير أصلا، عرفتها؟ قام وزع عليهم الأصنام دي وهي عبارة عن صور للصالحين، قاموا عبدوها من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاب دعوته العظيمة الكريمة لحرب هذه الأصنام حتى كسرها وجعل يطعنها، ويقرأ قول الله عز وجل في فتح مكة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد ذاك رسل الصحابة يكسروا الأصنام ما بقي منها، فرسل جرير بن عبد الله البجلي ورسل خالد بن الوليد، قال لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ العلماء قالوا لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ينقبض من الشرك بالله عز وجل، لأن أخواننا المشرك معاند لربه
جاحد يا سيدي عبد القادر محي الدين. قال وتخطو إلى جهة الشرق 11 خطوة، تمشي الغرب تخطو لجهة الغرب 11 خطوة وتقول تقول عبد القادر محي الدين. قال بعد ذلك إلى جهة الشرق 11 خطوة وتقول في كل خطوة يا شيخ عبد القادر يا جيلاني. قال ثم تكرر البيتين 3 مرات، جاب له بيتين. أيدركني ضيم وأنتم ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنتم نصيري، وعار على راعي الحمى وهو في الحمى، إذا ضاع في البيدة عقال بعيري. شوف الشرك ده كيف. وعقيدة دي لو كان اعتقد في الله كان ربنا سبحانه وتعالى أمداه وأعطاه، وكان صار من المحبوبين عند الله، أن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يدعى وأن يتقرب إليه بالعباد. قال ثم تقول يا سيدي عبد القادر يا جيلاني أدركني وتداركني. قال وتسأل حاجتك من الله بواسطة الغوث المشار إليه قدس سره، فإنه تدركك بتوسطه لك في قضاء حاجتك، وبالله التوفيق والإخلاص. قال وتاني خليت سنين توين الإخلاص. فدي أخواننا من الشرك، الإنسان داير حاجة من الله طوالي يسأل ربنا عز وجل، ولو كان عنده ذنوب وكان عنده معاصي وكان عنده سيئات وكان عنده كبائر، لأنه الإنسان ما معصوم. عندك كبائر بعد تدعو الله وتخلص لي الله، وما تدخل واسطة لا عبد القادر الجيلاني، لا تدخل برعي، لا تدخل ود المرين ولا بسقرة ولا غيره. تسأل الله والله بيجيبك، والله بينزل الغيث، وربنا سبحانه وتعالى ينزل لك حاجتك. ربنا عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، عرفتها؟ وربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا قال فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فالإنسان يا أخواننا يرفع حوائج لربنا سبحانه وتعالى ويتبرأ من هذه الطرق الكثيرة، عندهم عقائد تحيرك، ودي عند الطرق كلها، عند الطرق كلها فيه، عرفتها؟ شغل بتاع سحر وشياطين، وإنه يرموا الناس ويسووا حاجات يغشوا بها المساكين والجهال، زي ما بسوي ود المرير لما الناس في ميدان أو في الديوان حقه هناك، ويشيل العصاية بتاعته ويحاول يرمي الناس بسحر. والناس اللي بيجوا ديل كثير منهم غافل عن التوحيد وعن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، وقلبه بكون مزعزع فوق فقرة ومعبودين من دون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قريت عليه آية الكرسي والله تاني إلا يجرك، إلا يجيب له حبل يربطك به ويجرك، وكان جاب حبل ذاته بعدين إلا أنا أكون ما متغدي حتى يرميني، لكن يجي يغشك ويقول لك أنا برميك بالعصاية. فده كل قل يا أخواننا كلام باطل. بعدين نستفيد شنو لو وقعت الزول في الوطن؟ يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبين للناس الدين ولا برقدهم في الوطن؟ لما يجي يدعو الناس ويبين لهم التوحيد والعقيدة كان بيذكر لهم الأدلة والآيات والأحاديث والحجج، ويخوفهم بالنار ويرغبهم في الجنة ويخوفهم من عذاب القبر
ويأمرهم بالصلاة وبر الوالدين وإلى آخر، ولا كان بيرموا في الصلاة في 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 الوطن؟ هسي دي 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 كرامة كيف؟ كده وريني يا تعالم قال دي كرامة كونك ترمي الناس في الوطن. انت لو دار ترمي الناس في الوطن امشي للكفار ديل هناك عندهم مصارعة مش ارمي جون سينا، لكن تي ترمي ناس مساكين ومسلمين الفائدة شنو يا اخوان؟ فده كله باطل، ده بوسوا بيه وبياكلوا بيه وعقول المساكين. إننا نحن شيخنا ده ذكر الله تب لما نوصل، ما وصل لي حاجة والله، ما وصل لي شيء، ولا انت بتستفيد حاجة من كونه انه الزول ده رمله وبني آدم. ولذلك وده بسمو ذكر، ذكر ذكر زول يتلب من الحيطة ويجي داق راسه بالوطن. ذكر الناس تلقاهم بيتجاروا في النعلات ويسجدوا له من دون الله سبحانه وتعالى، وكواريت وزغاريت من النساوين وشفع تلقاهم جايطين في نص الحلقة وشغلة طويلة، واحد بيمسكوا مسكان. هل ده كان يا اخواننا حال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الله؟ ربنا قال ألا بذكر الله شنو؟ يقوم الغبار تطمئن القلوب، عرفتها؟ الصحابة كانوا إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى وجلت منهم القلوب واقشعرت الأبدان وغرورقت العيون بالدموع، لأن أخواننا ذكر الله سبحانه وتعالى بتذكر فيه صفاته وقوته ورحمته وعذابه وانتقامه وكماله سبحانه وتعالى، فده بيورث الإنسان المؤمن في قلبه محبة لله سبحانه وتعالى، ويورث رغبة في الطاعة وخوف من النار ورغبة في الجنة زي ما جاء في الحديث، نسأل الله يجعلنا منهم. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يطلبون مجالس الذكر، مش يا حقة الصوفية دي لا، وإنما القرآن والسنة وتعليم الخير، عرفت؟ قال فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم، قال ثم يصعدون إلى ربهم وهو أعلم بهم، فيقول الله عز وجل كيف تركتم عبادي؟ قال فتقول الملائكة يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك. عشان كده أسعد الناس بذكر الله هم أهل التوحيد، وأشرح الناس صدرا هم أهل العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح. قالوا تركناهم يمجدونك ويسبحونك ويحمدونك، فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ فيقولون لا والله يا ربي ما رأوك، فيقول الله فكيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وتمجيدا، فيقول الله عز وجل وما يطلبون؟ فيقولون يطلبون الجنة، فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، فيقول وما يستعيذون؟ بخافوا من شنو؟ فتقول الملائكة يستعيذون بك من النار، فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأعظم منها مخافة، فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت له، فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان إنما جاء لحاجة، زول شاف الناس بيتكلموا قاعدين جاء قاعد ساي ما عنده قصد كان إني، فيقول الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. ده ذكر الله سبحانه وتعالى ويطرد الشياطين، مش يجيبه إخواننا. هل ممكن يكون ذكر الله يجيب لك شيطان؟ هل ممكن يكون الإنسان بيقرأ قرآن ودائر يتدبر ما فيه من المعاني هل ممكن يخليك انت تهلوس وتخاف؟ يا اخي ذكر الله يورث الطمأنينة والسكينة، وده كلام يطول، فده كله من الباطل. هنا معلش اذكر لكم كلام بسيط ونختم.
هنا قال في كرامات من بيزعموها انه قال الاولياء بيحيوا الاموات من دون الله، وده كلام باطل بنص القران. ربنا تحدى به جميع البشر، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم، أسويتم شركاء مع الله وأولياء لله، من يفعل من ذلك من شيء، بيقدر يخلق أو يحيي أو يميت؟ فدل قال لك بيحيي الموتى، دي قالوا من الكرامات. وأي كرامة يا أخواننا بتخالف الدين دي ما كرامة، دي كلها إما تكون من الكذب أو من الأحوال الشيطانية. طيب هنا في الصفحة 256 356 358 قالوا دي الكرامات. هنا ده كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، يعني ده قال الكتاب ده أنا بنصر به والصوفية تشت، مؤلفه قال الأستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم الطيبي، تحقيق البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد، الطبعة الخامسة 2015، يعني ما تابوا الليلة بجددوا فوق. طيب قال إحياء الأموات هو من كرامات الأولياء، وده كلام كذب طبعا يا أخوان. ربنا جعل معجزة لنبي الله منه عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام ما بيحيي الأموات إلا بإذن الله. ربنا قال وإذ تخرج الموتى، ها بإذن، مش الإذن هو الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولليلة نحن ما شفنا لنا ولي من القاعدين الليلة دين أحيى له ميت، نحن بنتحداه والله نتحداك، ما تحي لك ولا شجرة، خليك من بني آدم. قال وقد وقع على يد كثير منهم كالشيخ حسن بن حسونة رضي الله عنه، قال فإنه قد أحيى الميت من بعد التقبير. والكلام ده قال البرعي نظم قصيدة، قال حسن سيدي وتحسونة بكل حسن فوق الكون متحكم، لغاية ما قال أحيى متبكم وهو إلى آخر، وقال أحيى الميت من بعد التقبير، ده كلام البرعي. هنا قال دي قال كرامة وجابة من الشعراني، وده في ولادة على الصوفية بينكروا كتاب الطبقات بتاع الشعراني، لأنه ده قال لك اسم الأستاذ الشيخ عبد المحمود الشيخ نور الدايم الشيخ إلى آخر. طيب قال وذكر الإمام الشعراني، قال هو قال اسمه إمام رضي الله عنه، قال في ترجمة سيد الشيخ إبراهيم المدبولي قدس الله سره، أنه كان يسأل الفقراء عن الدراويش والحيران، ما مساكين ما فاهمين حاجة وما بده روح فرقة إنه يفهم، الشيخ ضربتهم بالدغمة دي وشفرهم خلاص. قال كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويباسطهم، فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة، قال مرة شاف واحد من الدراويش عبادته كثيرة لكن درجته عند الله بسيطة. يتخيل بني آدم عايش في الدنيا وبيأكل ويشرب ويمرض وكده، بيشوف الزول درجته في الآخرة شنو؟ ربنا ما حسبه، تعرف الدرجة كيف؟ أخوانا ده ما كذب ذاته يا سيدي، ما صحه امتحان الشهادة السودانية، أنت بتعرفه جاي الأول ولا الطيش كيف؟ فده ده كلام عجيب. قال له يا بني، لكن داري يقول لك إنه بيعلم الغيب يعني، وده كفر بالله، لأنه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قال فقال له لعل والدك غير راض عنك، قال لي يمكن أنت عاق والدين، وصعق والدين، لأنه بتلقى الواحد بدل ما يخدم أهل وأبوه يخدم الشيخ، وقاعد في المسجد بتاعه 6 سنة ما داير يمشي لأهل ولا لأم ولا لأبوه إلا الشيخ يا زلم. قال نعم. قال لو أتعرف قبره، تعرف قبر أبوه ده؟ قال نعم. فقال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى، ولو رضى ذاته ما بتنفع لأنه مات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ما بتنفع،
قال لكن ده التصوف، تخلي عقلك بعيد تخطه مع الحجة بتاعت التنباك وتجي خش. قال قال الشيخ يوسف الكردي وده برضو صوفي، قال لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ من القبر. قال بقى ينفض في التراب لما الشيخ قال له، قال بقى ينفض في التراب، عرفت؟ قال لك مرق زي الصارقل. قال قال حين فلما استوى قائما قال له الشيخ الفقر جو شافعين ليطيب خاطرك على ولدك، فقال أشهدكم أني قد رضيت عنه، فقال ارجع مكانك، فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. يا أخواننا رأيكم في الكلام ده؟ أي قال مرقوا فوق، مرقوا وبعدين ذاته هسي لو رقدناه من غير ندفنه بالترابيقو، من غير ندفنه بالترابيقو، خليك مما تردو مطوب. وفي ناس في الحلة ما شاء الله بيخلصوا والله، يردوا مكتوب ويردوا مقطين لما تتكيف، وده لا حد بجي يقول لك تمام، عرفت؟ وبعد ده يردموا تراب. قال بعد ده قام وبعد ده قال لي ارضى عن ولدك، قال رضيت عنه، قال لي قال ارجع، قام رجع. اخوانا على الاقل ما اجور معي الشيخ ارجع معاه عشان نقوم سوا ونرقد سوا. وده اخوانا كفر بالله، ما في احد يحيي الموتى من دون الله سبحانه وتعالى. فكذا ابراهيم قال الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي شنو يميتني ثم يحيين. القرطبي قال معنى هذه الآيات أي أنه لا يفعل هذه الأمور إلا الله، وده ما فيه شك، ما فيه شك. لكن يا أخواننا بالدريق الجماعة بتاعينهم ديل صفات وأحوال وكرامات مزعومة عشان الناس يخافوا منهم والناس يمشوا ليهم ويطلبوا منهم الولد ويطلبوا منهم يعني الذرية ويطلبوا منهم الحوائج ويدفعوا لهم القروش ويقول لك نحن بنعالج زولك. والنبي عليه الصلاة والسلام والإسلام يا أخواننا ما خلانا لزيدين، ما خلانا لزيدين. النبي عليه الصلاة والسلام ورانا من الأذكار النافعة في اليوم والليلة ومن أذكار الصباح والمساء والدخول من المسجد والخروج منه ودخول البيت والمروج منه والسفر، عرفته؟ وأذكار بعض الصلوات وأذكار إذا الإنسان أصيب بمرض أو الإنسان أصيب بسحر أو بعين، كلها الرسول عليه الصلاة والسلام ورانا. ما بنحتاج يا أخوان، ما بيحتاج الكلام ده، نحن بنقوله لأنه كثير من الناس المساكين المعارفين الدين الصحيح الغشومة الصوفية بيمشوا يطلبوا منهم، وهناك تضيع العقائد، تضيع العقائد وتضيع الأعراق، عرفته؟ وده أخواننا السبب الخل الليلة العلمانيين ممكنين فوقنا، السبب إنه لقوا الدين هش. يقول لك يا زول متاجر باسم الدين، صح ده شغال تاجر يبيع للناس مويه، يقول لك دي مويه الشيخ بركه، مويه بزغ فوق الشيخ يمكن يكون عنده سل ذاته، يبيع للناس بالقروش. المسكين الزول المسكين العادي المسلم العادي لما يمرض يودوا للشيخ، يكتموا بخرات ومحايات وحجبات، والشيخ لما يمرض يودوا برا السودان تركيا واسبانيا والدوين تايلاند، عرفتها؟ يمشوا يعالجوه في احسن المستشفيات في العالم، والمسكين ده راجل الشيخ، الشيخ يودوه المستشفى رويال كير يطعنوا حقنا. ما في واحد من شيوخ الصوفية مات في المسجد بتاعه، يا مات رويال كير يا مات ساهرون زي البرعي ولا مات برا السودان، بيموت ذاته زي ما قال قال له ادرب امان الموت ما عندكم، عرفتها؟ بيموت موت عجيب ذاته، ونحن المساكين ده يرتبونا نحن هنا. يا ناس الزول لابد يعقل، الزول يعقل يا اخواننا، ما ممكن ان احنا انا اكون داير لي زول هو الدو يدو حقنا، احقنوا بالحقنا طز ويركبوا له الدريب والفراشه، والشيخ تلقاه ويرجي في طرق يقول لك ده بينفعني من دون الله. عندنا واحد من اخواننا شغال في المنطقه اسمه عبد الرحمن، زول من السلفيين الموحدين، قال لي انا بدري ما كنت عارف ذاته الشغله كويس، جابوا له عربيه اوباما جديده اخر موديل حقه الفاتح ودى البرعي ذاته، ونفسه عامل نفسه شيخ برضه، قال العربية دي غدست في الرملة
وبعدين قال لغاية ما حصلت أظن لسه جفو كان في الخريف وحلت مرايات خربت المهم شغل بتاع كهرباء كده وكده المهم جابوها له يصلح قال لي شيخهم ذاته راقد في الدكان في المنطقة وراقد في السيراميك ويرجف يترقب وبعد ده ناس تلقاهم بيدعوا من دون الله وجاي هنا يتعالج في الخرطوم وعربيته ذاته ما قدر يصلح المرعي جابه في التلفزيون تاع السودان قال لي من أطرف المواقف بتاعتك قال من أطرف المواقف إنه أنا راكب العربية حقتي والعربية بطلت أو وحلت السواق نادى له جماعة قال لنا أخوانا راح أدفروا معانا العربية قال الجماعة جاي يدفروا بيقوا ينادوا في البرع يا البرع قال أنا قاعد جوه قاعد جوه والجماعة بيندهوا فوق فدي أخوانا العقائد عرفت والدنا قال زمان جل صادق المهدي مناطقنا هناك في كردفان بعدين الناس عقيدتهم فوق عقيدة قوية شديد وطبعا دي عقيدة باطل يحلفوا بالمهدي ذات الواحد لو دار يحلف يقول لك وحات المهدي وخليفتة وصابونتة وليفتة يعني بيحلف بالليفة ذاته قال احنا صغار ما عارفين الحاصل قالوا الليلة الزول ده جاي اها في شنو قالوا الليلة ندوة له قال احنا ما عارفين ندوة ذاته معناه شنو قال بعد شوية زمان كان في الكاميرات فيها فلاش كده قوي ويجي راجع قالوا له ده اسمي يعني قال لهم بعد ما انتهت النظر قال لهم انا ما قلت لكم شيخي بولع يا زول قال لهم دي الكاميرا قال لهم انتوا ناس ناكلين جر البسطونه داري دقهم فدي عقائد خربانه يا ناس عقائد خربانه عشان كده العلمانيين دارين يجوا يتمكنوا اخر حاجه فكوها العلمانيين جابوا واحد بروف قال طبيب نفسي بروف اسمه علي بلده ولا بلده ما بعرف بلده مش زول بيدعو قال لي حفظ حقوق المثليين انه راجل تزوج راجل ومرأة تزوج مرأة اخوانا شوف دارين يوصلون لياتو يعني درك من الانحطاط انحطاط وسفالة يخدب يخالف عاداتنا ورجولتنا السودانية تجي تقول كلام زي ده انا الليلة بسأل الطرق دي كلها وين هي من الكلام ده لما نلقى الراية جاي يتكلم وطعن في الدين وقال نحذف القرآن من المناهج نشيله برا كله ونجيب ما بدله موسيقى واغاني الثورة وين كانوا الصوفية يا ناس انتوا بس مساعدكم بس عشان الناس ما يجي يقول لك نحن وبنعلم الناس القرآن وبندافع عن الدين والله دي الهمهم كروشهم بس لو بكرة جاء القراي ده رجعهم تمام بيمشوا معاهم فعشان كده اخواننا لما تخربت العقيدة تاني ما تسأل من الأخلاق والله الذي لا إله غيره العقيدة لما تكون خربانة تاني انت ما تزال من أخلاق الناس يا أخي زولي ودي عرضه لراجل زيه قل أنا داير ولد رجالة ما في يا أخي شهوة يعني نخوة ما في شهامة ما في والحمد لله كثير من السودانيين الآن بدوا يعرفوا الحق وبدوا يعرفوا الناس ديل على حقائقهم ودش الغايزهم ونحن دايرين رسالتنا لأي مسلم وأي داعية إنه ما يرجف وما يرجع ورا وما همته تتعب ولا يستطيل الطريق ما تشوف الموضوع ده طويل موضوع ده ما طويل انت تستيل زي ما ربنا أمرك والنتيجة على ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيرفعك إذا دعوت إلى الله ودافعت عن حق الله وهديت خلق الله وكنت أنت حريصا على الناس تستحمل من الناس أذاهم وإن آذوك في سبيل أن تبين لهم الحق والدين وتبين لهم العقيدة الصحيحة والتوحيد وده أخواننا من أعظم الجهاد في سبيل الله والجهاد ده ما بيقدر له أي زول والله ما بيقدر له إلا الرجال راجل بيقدر لأنه أنا داير أنقذ أبوي وعمي وخالي وعمتي وخالتي داير أنقذهم من النار يا خليلة لو شفت زول عميان ماشي في شارع بير ممكن تجري تثبت وتجر ممكن تضرب بعكاز صح والضربة دي حارة له لكن شنو مركته من وقع في بير يكسر رقبته والدعاة ما قاعد يضرب بعكاز بيبينوا للناس ويفهموه
وينشر لهم الخير عشان انت تنقذهم من النار. فده من باب الشفقة، وإلا لكان الدعاة أولى الناس بأن يأكلوا أموال الناس بالباطل. ما سمح إنه أنا أجي لي حلة من الحلال وأجاب لهم أنا تابع للشيخ الفلاني والشيخ بين هنا وعندنا كرامات وأبيع لهم موية وأبيع لهم حجبات. ليه يعني نحن ما القروش دي ما دايرنا يعني؟ ها؟ الكذب ما بنعرف ليه؟ كويس؟ الباطل ما بنعرفه؟ لكن يا أخواننا الإنسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى بيبين للناس. ربنا عز وجل قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والأدلة يا أخواننا الزول اللي بيخليه يقوى زيادة إنه الحق معك. الأدلة من القرآن على توحيد الله وعلى هذه العقيدة الصحيحة لا تحصى ولا تعد، والباطل الموجود عند أهل الضلال من الصوفية وغيره لا يحصى ولا يعد. أنت عندك السلاح وأنت في موقف القوة وأنت في موقف التأييد من الله سبحانه وتعالى، وهم ما معهم إلا الشيطان اللي بيخليك ترجع ورجل. فالإنسان يا أخواننا ما يرجع، يبين للناس ويستحمل ويقول للناس الخير ويقول الكلمة، وما معروف الإنسان يموت بتين، يموت على العقيدة الصحيحة والخير والتوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونشكر مرة ثانية أهل هذه الدار على استقبالهم، جزاكم الله خير. الأزهر نخليها لشيخ أحمد، أنا حلقي ما